دكتور احمد ابو عبله من الشخصيات المحترمه جدا يعني. هو كمان كان دكتور الشباب في الناشئين، يعني ده ثمره الاشبال، وبرده طلع الفريق الاول، فاحنا دايما بنعتز بيه على المستوى الشخصي. دي كانت الصوره كلها، صوره كامله للاعبي النادي الاهلي والدعم وموسيماني، وايضا كمان سياده السفير اللي نقل الصوره هناك من المغرب، وكل الامور ازاي هتمشي ان شاء الله. يتبقى في يوم 30 مايو التوفيق، وده عنصر مهم جدا. زي ما اللعيب بيجي له يوم وبيكون موفق، نتمنى ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي مستر موسيماني كل التوفيق في اليوم ده، ويكون الحظ حليف النادي الاهلي. نروح لملف، ملف انا ما كنتش حابب اتكلم عنه، ان الفتره دي هي فتره الكلام عن النهائي الافريقي والدعم والمسانده، لكن للاسف كل ما نحب نقفل الملف ده يطلع لنا كلام فيه كتير واقاويل كتير وجدال في الباطل. ملف التحكيم المصري في الدوري الممتاز، الحكام المصريين. النهارده الانديه بتصرف مصاريف كتير، بتصرف ملايين، بتجهز اجهزه فنيه اجنبيه، لاعبين اجانب، علشان النهارده نشوف منافسه حقيقيه. للاسف اللي بيبوظ المنافسه الحقيقيه في الدوري الممتاز هو التحكيم المصري. التحكيم المصري بقوانين كره القدم اللي احنا عارفينها 17 مادة أو 17 قانون، أصبحوا 19 مادة و19 قانون مع لجنة الكابتن عصام عبد الفتاح. كابتن عصام اللي احنا في زمن أو في عهده في التحكيم المصري شفنا قوانين جديدة، شفنا الاحتواء، شفنا روح البروتوكول، البروتوكول اللي ليه أربع مواد الحكام بتشتغل عليها في العالم كله. في مصر هنا بنشوفهم خمسة، روح القانون أو روح الفار، ما احنا خلي بالك كل يوم بمادة جديدة. مسميات جديدة. هو ليه النهاردة بالمناسبة أستاذ جمال علام، هحكي لكم الواقعة دي، أول ما الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تولى، كان النادي الأهلي بيلعب في بطولة كأس العالم للأندية، كأس العالم للأندية اللي كانت في الإمارات، وبحكم أنه هو رئيس الاتحاد المصري تم توجيه دعوة ليه، فكان موجود معانا هناك مع البعثة الإعلامية والصحفية في الإمارات، وأنا جمعني لقاء بيه، وكان موجود معانا الصحفي الكبير الاستاذ محمود شوقي، وكنا قاعدين. اول كلام قلته له اشدت بيه في قرار كان مهم جدا للناشئين في مصر، لغي قرار 50 كيلو ان اللاعب ما يروحش نادي يبعد عن بيته او مسكنه 50 كيلو. قلت له ده اهم قرار حضرتك اصدرته، فالنهارده بنقول لك تحيه على القرار ده. قلت له لكن في ملف تاني يا استاذ جمال مهم جدا، لو انت النهارده بتدير الكره المصريه وعايز اسم الاستاذ جمال علام يتكتب من اهم رؤساء اتحاد الكره المصري لازم تشتغل على الملف ده. قال لي ايه؟ قلت له ملف التحكيم المصري. قلت له النهارده لازم تجيب خبير اجنبي علشان يقدر يعمل لك قاعده. احنا بنقول حلول، احنا انا مش طالع عشان انتقد، كل الاعلام والناس بتنتقد، وكل يوم بنشوف يعني حاجات مضحكه بالنسبه لحكم الساحه او حكم الفار أو تبرير الباطل أو تبرير الأخطاء، لكن أنا النهارده طالع علشان أقول حلول للتحكيم المصري. قلت له يا كابتن جمال أو يا جمال بيه، علشان تصلح التحكيم المصري لازم خبير أجنبي، أنت النهارده مش فنجادة موجود خبير أجنبي وبياخد الدولار، ممكن تجيب خبير أجنبي للتحكيم علشان يعمل لك قاعدة، قاعدة من الحكام اللي تحت، وإحنا هنا بنذيع مباريات الناشئين على الأشبال بنشوف كوارث في التحكيم. حكام صاعده صغيره مش فاهمه القانون ولا فاهمه التحكيم، دول هيكونوا بعد كده حكام في الدوري الممتاز. بنشوف في الدوري الممتاز حكم وزنه زياده مش قادر يجري في الملعب، يعني ده يصح في التحكيم المصري بعد كل الفلوس اللي بتنفق والاجانب اللي بتيجي وعايزين نعمل دوري محترفين نشوف اهم عنصر في المنظومه بالضعف ده؟